ومن ماركة ريغورس الكراسي الألمانية اللي كثير حلوة واللي كثير مميزة اللي هي ضد الجاذبية. وهذه الكراسي طبعا احنا كثير زي ما يقول لاقت استحسان كبير الناس طبعا. وطبعا تم بيع منها عدد جدا كبير اكيد طبعا. وطبعا كراسي ريغورس اللي احنا بنقدمها النهارده اسعارها مختلفة تماما عن في الاسواق. لو احنا اشترينا كرسي واحد السعر 599 ريال سعودي، وبيختلف احيانا ل 799 ريال سعودي. لو اشتريتوا كرسيين مع بعض 844 ريال سعودي. لكن اليوم احنا النهارده بنقدم سعر جدا خيالي، عرض ملوش مثيل. وكمان ما تنسوش ان احنا بنختار لكم طريقه التقسيط المريح على 4 شهور مع تطبيق تابي، ان انتم كمان بدون فوائد تقدروا تشتروا 4 كراسي مع بعض وكمان ب 160 ريال في خلال الشهر الاول، الشهر الثاني، الشهر الثالث، الشهر الرابع بدون فوائد. واو فعلا كثير كثير مميز وكثير حلو لسعر ولا اروع ولا اشتري بقى كثير. طيب خلينا نشوف الحين انه احنا احيانا قد نصادف انه نقعد على كراسي قاسيه ممكن تتعب لنا الظهر، تتعب لنا الفقرات العنقيه. صحيح. ايضا الكنبات ممكن تكون غير مريحه بالنسبه لنا فبتسبب لنا ايضا تعب وارهاق، والواحد ما بيحس حاله انه فعلا مرتاح وقاعد بطريقه صحيحه. اكيد. لكن دلوقتي احنا من الزاويه 90 للزاويه 160 درجه بنقدر نحنا نوصل لزاويه انعدام الجاذبيه اللي هي كل الناس مثلا رواد الفضاء بيوصلوا لها، اللي بتنعدم الجاذبيه تحتيهم تماما، فبيخلي الدوره الدمويه كلها تمشي، الفلو بتاعها بيكون طبيعي من اسفل لاعلى، فبيقلل من الضغط وبيقلل من الاسترس وبيخلينا نحصل على الريلاكسيشن الفظيع. وطبعا بنشوف من زاويه 90 لزاويه زي ما انا دحين قاعده على شو اسمه درجه 90، لكن انا دحين ممكن دحين بس بشويش كذا بتلاقيني واو. شوفوا الاسترخاء قد ايه حلو. فعلا واو، تحسي كذا انه الزيرو جرافيتي اللي هو اللي زي ما يقول وضع الفضاء انعدام الجاذبيه اللي ما بيسبب لي اي ضغط على اي مكان في جسمي. وزي ما بنشوف دلوقتي مع بعض التكنولوجيا او التقنيه ورا كراسي زيرو جرافيتي، ان احنا على طول بنحول من زاويه 90 لزاويه 160 درجه مئويه، فاحنا بننعدم الجسم بتاعنا بيطفو كان احنا بنطفو في الفضاء، فبينعدم الجاذبيه تماما وبنحس بالاحساس اللي هو الراحه الاسترخاء، لانه الدوره الدمويه بتاعتنا ماشيه مظبوط بتغذي الجسم من فوق لتحت، فبالتالي بيكون في كتير من الراحه والاسترخاء اللي احنا عايزينها. مو بس كمان كده، فيها العديد من الميزات اللي كتير حلوه. اكيد. خلينا نشوف انا وانت رانيا ونقول للمشاهدين عن اهم الميزات اللي موجوده فيها زيرو جرافيتي. اول ميزه خلينا نتكلم معاكي اول شيء رانيا. اول حاجه انا حبيتها طبعا انه اول كرسي في العالم انا بشوفه بيكون كرسي خاصه بنشيله بنروح نطلع بيه البحر او الباركينج او اي مكان البارك، هنا بنشوف انه بيكون في الوساده المميزه بتكون مبطنه ومبطنه. واو. بطريقه حلوه محشيه مظبوط بالظبط، تحسيها كده اصلا طريه. وكمان جداً. الشيء الحلو فيها ان احنا ممكن ننزلها ننزلها، وهذا الشيء بيضمن لك انه هنا الريش عندك هنا الظهر جدا بيرتاح، وهنا على الاكتاف وهنا. واو. كمان على منطقه طبعا الاسفل اكثر وضع انا بيريحني على فكره بالظبط. وحتى كمان يعني لو اي شخص من الاشخاص عنده مشاكل فبنقدر ان احنا بمنتهى السهوله نحرك وضعيه الوساده بطريقه عمليه. تعالوا اوريكم حاجه ثانيه وهي الخامه المصنوعه منها، هي من المش او زي معموله زي الشبكه، فبالتالي بتكون ترانسبيرنت، بمجرد ما احنا بمنتهى السهوله بنقدر ان احنا نشوف ايدينا اهي بالشكل، فبالتالي لو في اي هواء بمنتهى السهوله بيقدر ان هو يتنفس مع الجسم، لو في نسمه رطوبه حلوه او هواء حلو وقت الشتاء بالذات فبتخلي الجسم ما يعملش اي عرق او رطوبه، فبالتالي بيكون التنفيس بيكون حلو للهواء. يلا بنشوف هنا الخامه حلو بالذات نحن الحين في وقت البر بالظبط والهواء يدخل لنا يا سلام على الهواء قد ايه حلوه. كمان لو بنتكلم على الخامه كلها قويه، هنا معموله من الفولاذ، الخطوات اللي هي الزجزاج اللي احنا بنتكلم عليها هنا مع طبعا المطاط اللي موجود، والخامه كلها انه الكرسي بيشيل 150 كيلو جرام، فلو شخص طويل او حتى حجمه عريض فبالتالي بيكون سهل جدا انه الكرسي يتحمله بدون اي مشاكل، على عكس الكراسي التقليديه اللي احنا بنشوفها بالظبط. زي الكراسي التقليديه ما تقدر تتحمل الكميه اللي عندنا بالظبط، فبتطيح وبتتكسر. وهذا هو المميز في كراسي ريغورس، انها قوه التحمل فيها قويه وجودتها عاليه وصناعتها جدا قويه. وكمان هنا بنشوف بمنتهى السهوله عندنا هنا التيبل الموجوده، بنقدر بمنتهى السهوله ان احنا نشوف عندنا الطاوله اللي موجود فيها التليفون، ونقدر نحط كمان المايك
المج بتاع القهوه او المشروبات بتاعتنا، نقدر بمنتهى السهوله كمان نحركها لو احنا عايزين كده، او حتى نقدر نركبها حتى لو فيها كمان المشروبات بتاعتنا بطريقه عمليه. كمان راني ممكن نحطها في الجهتين كمان، اه على الناحيتين نقدر نحنا نحطها. وكمان اللي عجبني فيه ان هو سهل لانه كمان امن في الاستخدام. لو احنا عايزين نعمل مثلا الكرسي نحطه على وضعيه معينه، فور اكزامبل لو احنا عاملينها كده بنقدر ان احنا نعمل اللوك الموجود، فبالتالي بنثبت الوضعيه بتاعه الكرسي زي ما شايفين، ما نقدرش ان احنا لو حاولنا نحركه ابدا. حتى الواحد ثابت. ممكن ما يجي ياخد ناب، يعني ينام شويه كده وهو عامل هذا اللوك، نفتح اللوك كتير حلو جدا، نقدر جدا ننزل ونرجع. واو. عادي. واو. شوفوا قد ايه عملي وسهل، واللي عجبني كمان بمنتهى السهوله انه نقدر نحمله ونطبقه من اي مكان بطريقه سهله وعمليه، وبنشوف انه خفيف. خلينا اشوف كيف انا ممكن اشيله، شايفين بصباع اثنين. واو بصباعي يعني انا قاعده بشيله، خفيف جدا جدا حلو. وحتى كتير. كمان عبير السمك بتاعه من الجنب ما بياخدش حيز ابدا في الشنطه بتاعت العربيه او حتى لو احنا بنخزنه في البيت، فسهل جدا ونقدر ان احنا نفتح الجهاز بمنتهى السهوله. وحتى لو انا واقفه قدامه شوفوا انه ما فيش اي شيء على طول، يعني سهل التخزين اصلا ما ياخد مكان عندك، فعلا كثير مميز وكثير حلو. وطبعا طيب. اقدر ان انا افكه سهل، سهل الواحد يفتحه بالزبط. بطريقه جدا سهله. صح. خلينا نشوف ايضا عندنا هنا، بنشوف كيف كراسي ريجورس اللي هي مضاده للجاذبيه زي ما انتم شايفينها، بجودتها العاليه، بصناعتها، بالزاويه اللي بياخذها جدا كثير حلوه. خلينا نشوف. يا سلام على الشعور الحلو. واو يا سلام. سلام تمام التمام. اكيد. وطبعا يعني حبيت انه حتى لو احنا مثلا معانا اطفال بمنتهى السهوله لو احنا بنتحرك بالكرسي نقدر ان احنا نهزه ياخد ويدي معاكي زي الكرسي الهزاز شويه كده، فنخلي الاطفال بيناموا على طول. وطبعا لو احنا بنشوف كتير من الاسعار المختلفه، السعر 599 ريال سعودي الكرسي واحد، 799 ريال سعودي الكرسي من ماده مختلفه، لو كرسيين مع بعض السعر 844 ريال سعودي. عرض لا يفوت النهارده، احنا بنقدمه لاربع كراسي مع بعد. ما تنسوش تطبيق تابي اللي احنا قدمناه لكم النهارده، التقسيط المريح على مدار اربع شهور وبدون فوائد، 160 ريال سعودي بتدفعوهم من النهارده وكمان لمده اربع شهور تانيين، يعني ما فيش احلى من كده اوفر ولا احلى من كده تسهيل لعمليه الدفع. استغلوا الفرصه دلوقتي حالا، ومن الماركه الالمانيه ريجوروس اشتروا احلى كراسي مريحه. خلينا نشوف الحين انا قد ايه شفنا احنا استمتاع حلو ورهيب جدا لما كنا في حديقه البرشا. رايحين على بيكنيك، يلا 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 تعالوا معانا. واو تجربة كانت حلوة جدا 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 مع كراسي ريجوروس، وحتى كمان كتير من المتابعين على السوشيال ميديا اتبسطوا بيها جدا، وكان لها طب انت شايفه كيف رالي لما انا قعدت واخذت راحتي واسترخيت فعلا في هذا الجو اللي جو كان الجو جدا حلو. صح. كانت الكراسي جدا خفيفه وانا شايلتها مريحه، سهل جدا انه احنا نروح الرحلات حقتنا او نروح البر او نروح البحر بسهوله جدا وبشكل جدا حلو. وعلشان كده مهما اختلفت الاسعار الموجوده في الاسواق، سواء 599 ريال سعودي للكرسي الواحد، 799 ريال سعودي لكراسي تانية مختلفة، لو اشتريتوا كرسيين السعر بيكون 844 ريال سعودي. لكن النهاردة عرض أكتر من رائع، عرض ما يتفوتش، كرسيين مع كمان الهدية المجانية البلانكت اللي بتحصلوا عليها فقط بسعر جدا خيالي، ضمن احتفالنا الأسبوعي بماركة ريجوروس الألمانية. اتصلوا الآن واحصلوا على كراسي ريجوروس. راني لو حنقارن بين الكراسي التقليديه اللي ممكن يجيبها من اي مكان عشان يقعد فيها في البحر ولا أيوة في البر طبعاً. خلينا نشوفها ان اول شيء منخفضه وطبعا تتوسخ بسرعه مريحة. وغير مريحه وتتعب لنا الظهر ونازله، فعلا فعلا ما بنحس باي راحه فيها. غير الماتيريال تبعها ماتيريال جدا ضعيف، ممكن يصدي، ممكن يعني لكم ان تتخيلوا هذا. صح. المنظر اللي عندكم لو احنا شايفين طبعا وماسكينها هنا بنشوف كميه التراب عليها قد ايه، وحتى لو حاولنا ان احنا ننظفها مثلا بالميه بتشوفوا ان هي بتتحول لطينة. استحالة ان احنا ننظفها او حتى نطلع منها الرملة لو احنا عايزين ننظفها. لكن هنا شايفين ان هو عامل ازاي، حتى يعني حتى لو غسلناها حاولنا بالفرشة هتفضل مبلولة، لا هتفضل مبلولة والفترة طويلة. لكن تعالوا نشوف هنا عندنا كراسي ريجوروس بمنتهى السهولة، بمجرد لو مثلا وقع عصير، وقع اتعرض للمطرة، وقع اي حاجة زي ما شايفين هنا
شايفين؟ واو. على طول المية ما بتترسبش فيه ابدا، ونقدر حتى ان احنا ننظفه بمنتهى السهوله زي ما شايفين مع بعض. وكمان المية بتبقى عمليه جدا لو احنا عايزين مثلا السوائل ان احنا نقدر ننظفها ونمسحها، شايفين؟ ولا حاجه يعني ما تخافوا لو جات مطره لو جات شيء، ابدا ما تخافوا، ولا حتى بيتبل، سريع الغسل بسرعه وبسهوله من غير ما يعذبكم او تحسوا ما تقدروا تبعدوا عليه، ولا حتى بيتبل ابدا، لانه زي ما بنشوف انه قد ايه بيكون عملي. لكن كمان تعالوا نشوف هنا عندنا الوزن 150 كيلو جرام، ان هو بيشيل وزن بيتحمل كتير الوزن. وهذا اللي قاعدين بنشوفه عندنا بيتحمل 150 جرام بعكس الكراسي التقليديه اللي ما تتحمل فعلا وممكن تتكسر يا رانيا وتفقد حتى بسبب انه الجوده حقتها وجودتها رخيصه بعكس بتفرط. كراسي ريجورس بتفرط على طول من بعض زي الكرسي اللي موجود عندنا. لكن قد ايه حلو جدا كراسي ريجورس بانعدام الجاذبيه الحلوه، ان احنا من 60 ل 100 من 90 ل 160 درجه مئويه، هنا بنوصل لرواد الفضاء في الفضاء منعدمين الجاذبيه بيفلوتوا كده، ان هو بيطفوا في الفضاء بيسبحوا بطريقه واو. سهله amazing. وده ريلاكسيشن اللي احنا بنحصل عليه، وهو ده قمه الاسترخاء. لو احنا قاعدين بنتفرج على نتفليكس او شاهد مبسوطين، لو احنا قاعدين مثلا في البر او في البحر احنا قاعدين مبسوطين، او في الجنينه مع الاهل، في اي مكان احنا مبسوطين تماما. بالظبط بالظبط طبعا اكيد. واحنا كثير بنعاني احيانا من مشاكل الكراسي التقليديه اللي بتكون عندنا في البيت، ومثل الكراسي اللي عندنا زي ما انتم شايفين الكراسي بتكون قاسيه، ممكن بتتعب لنا الظهر، بتتعب لنا الرقبه، الكنبات احيانا في البيت بتكون غير مريحه كمان. ابدا انا بطلت اقعد على كنبه في البيت على فكره، تقعدي على هذه الكراسي على ريجورس. بالظبط، وغير انها التكنولوجيا اللي فيها تكنولوجيا جدا عاليه جدا. صح. وهي تكنولوجيا اللي هي زيرو جرافيتي، اللي بتضمن لك انه ما بيصير ضغط على اي فقره من فقرات الجسم. الحركه اللي احنا شايفينها هنا، الومضات اللي موجوده، ده انعدام الجاذبيه اللي بيخلي الدوره الدمويه في الجسم كله من اسفل من الراس لحد صوابع الرجلين ان هي بتمشي مظبوط. ده اللي بيخفف من التوتر، بيخفف من الاسترس، تشنجات العضلات، وده اللي بيخلينا ان احنا طول الوقت مبسوطين جدا ومرتاحين جدا، وبنوصل لمرحله الريلاكسيشن لانه الجسم مستريح، مفيش اي تشنجات ولا اي توتر عضلي ابدا. واو. احنا عندنا استرخاء رائع يخلينا نحلم بالفضاء. صح. واو كثير حلو، كثير مميز، وكثير احساس بالراحه واحساس جدا حلو. خلينا نشوف انا ورانيا رحنا الحديقه. يس. خلينا نشوف معاكم استمتعنا. كيف كانت خرجتنا والبيكنيك تبعنا. يلا 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 تعالوا معنا. كراسي ممكن تاخدوها معاكم في اي مكان، وانتوا قاعدين على البحيره، في الحديقه، في البر، وانتوا حتى في الجنينه الخاصه بالمنزل، تروحوا تاخدوا اصحابكم وكل احبابكم والعيله، تروحوا تستمتعوا باحلى الاوقات مع كراسي ريجورس. طبعا، وزي ما انتوا شايفين جدا سهله، عمليه، خفيفه جدا، جودتها عاليه. زي ما انتوا شايفين الطاوله نقدر نحركها في كل الاتجاهات، في الاتجاهين ايضا كمان نقدر نحط، نقدر نروح فيها البر، البحر، الحدايق، اي مكان، ناكل ونستمتع احنا والعائله بشكل جدا مريح، وايضا ما بنغير من تعب الاسبوع. احكي لهم انت تقدري كنت تستخدميه في على اي مكان، في البر وفي كل مكان. انا فعلا كنت مستمتعه بريجورس، فعلا اعطتني احساس بالراحه، ما في اي ضغط على الجسم، تقدر تستخدمه داخل البيت، خارج البيت، وهذا المميز فيه، ويعطيكي افضل حاله للاسترخاء. بالضبط بالضبط، وفي اي مكان، وكثير حلو اثناء الصيد واثناء البحر وفي التخييم، كل مكان تقدري تستخدميها بطريقه جدا حلوه وخفيفه جدا. طبعا. واو رانيا كثير مستمتعه، وانا أكيد. كمان راح استمتع معها. ناقصني بس اخد بلانكت قدامي وجنبي البوب كورن وجنبي القهوه بتاعتي او بيبسي او اي حاجه، واستمتع جدا بالتجربه الحلوه مع الاسترخاء. وقد ايه احنا شفنا كرسي جدا عملي، زي ما شفنا خاصيه اللي هي من 60 من 90 ل 160 درجة، وفي نفس الوقت كمان لو احنا بنقارن مع الكراسي التانية بنشوف انه هنا قد ايه بيكون سريع، لان احنا في عندنا الوسادة المبطنة بتكون ناعمة، وايضا كمان بنشوف بمنتهى السهولة نقدر نحركها من الاعلى للاسفل. واو. على حسب المنطقة اللي احنا عايزين نوصل لها، وهي وهذه المنطقة هذا المكان كثير انا بيريح لي الإلاستيك. اكيد، وطبعا كل حد بيختار على حسب المكان اللي بيريحه. كمان بنشوف بمنتهى السهولة ان هي قد ايه قوية جدا جدا، بتشيل 150 كيلو جرام، معمولة من الحديد من الفولاذ اللي بيكون كمان مطاطي جدا، فبيكون
هيكون عملي بيشيل 150 كيلو جرام. بالإضافة كمان أنه هنا عندنا المش أو الشبكة اللي هي الخامة المعمول منها الكرسي وهي شفافة، فبتخلي الهواء بيتنفس بسرعة وبيعمل على ترطيب الجسم طول الوقت. وأيضا الحلو أن عندنا التري اللي موجودة هنا بمنتهى السهولة، نقدر نحط فيها التليفون، القهوة، نقدر نشيلها ونحطها من أي مكان بمنتهى السهولة على الجزء الشمال أو حتى على اليسار. ما ننساش كمان إن الكرسي بمجرد ما إحنا بنقعد عليه بيكون سهل جدا إنه في اللوك اللي هو بيخلينا إن إحنا نثبت على الوضعية اللي إحنا عايزينها. بمجرد ما أنا بضغط على اللوك بالشكل ده من ناحيتين بقدر إن أنا أثبت على الوضعية والكرسي ما بيتحركش أبدا، فبيكون آمن جدا. ودي كل مميزات كراسي ريجورس، فعلا سعرها تحفة. هي طبعا سعرها كتير تحفة، وتقدروا ان احنا كمان نرجع ونروح. انا بحس الكرسي بياخد معايا وبيرجع مرة تانية معايا، وهذا طبعا كتير حلو. وها طبعا التكنولوجيا اللي فيها اللي هو زيرو جرافيتي، تكنولوجيا جدا عالية مقارنة بالكراسي التقليدية اللي موجودة عندنا. فتكنولوجيا اللي هي اللي عندنا لزيرو جرافيتي بيريح لنا عندنا كل حتة في الجسم، وهذه افضل وضعية للجسم حتى ياخذ اللي هي الاحساس الانعدام بانعدام الجاذبيه، هي افضل وضع للراحه هي الجسم. هي الوضعيه المضبوطه للدوره الدمويه ان هي تتحرك مضبوط من الراس وحتى كمان اصابع الرجلين، فده اللي بيخلي التوتر كله يقل والاسترخاء بيبتدي ان هو يحصل، وكمان الاعضاء بتاعتنا بمنتهى السهوله بتبتدي انها تكون مستريحه تماما. واو. وده اللي بيخلينا ان احنا نحصل على الاسترخاء ولا تشنج عضلي بيحصل ولا اي شيء. فعلا فعلا كتير احنا محتاجين بعد دوام طويل ان احنا نقعد على هاي الكراسي. صحيح فعلا النوم بيكون جدا مريح مع كراسي ريجوروس. وايضا العرض اللي احنا بنقدمه لكم النهارده عرض خيالي وما يتفوتش ابدا. وطبعا لو احنا بنشوف كتير من الاسعار المختلفه، السعر 599 ريال سعودي الكرسي واحد، 799 ريال سعودي الكرسي من ماده مختلفه، لو كرسيين مع بعض السعر 844 ريال سعودي. عرض لا يفوت النهارده احنا بنقدمه لاربع كراسي مع بعض. ما تنسوش تطبيق تابي اللي احنا قدمناه لكم النهارده، التقسيط المريح على مدار اربع شهور وبدون فوائد، 160 ريال سعودي بتدفعوهم من النهارده وكمان لمده اربع شهور تانيين. يعني مفيش احلى من كده اوفر ولا احلى من كده تسهيل لعمليه الدفع. استغلوا الفرصه دلوقتي حالا، ومن الماركه الالمانيه ريجوروس اشتروا احلى كراسي مريحه.